تو لا حركت عن بالك؟ نعرف عنك تختارها، خصوصا انه مجاني ولا تنفع انه اي رسوم. راعي لخدمه بنكي لي من البنك الشعبي، حساب مجاني وبنك متنقل رافد وفيدك، تقدر تعدل به ياسر من الامور ومسهل عليك ياسر من معاملاتك. عليك الا تحمل تطبيق بنكي لي من جوجل بلاي ولا اب ستور. باصات نقل الركاب بين المدن الداخلية لم تعد عجلاتها في الآونة الأخيرة تدور كما كانت قبل حقبة كورونا، في ظل الظروف الراهنة التي أملت جملة من الإجراءات كان من بينها وقف التنقل بين الولايات. القائمون على باصات النقل خصصوا باصاتهم لنقل البضائع بدل الركاب، معربين عن استجابة للإجراءات الوقائية وصدر رحب لكل ما تمليه الظروف. بالنسبة للنقل نحن فتحنا ذي الخاصية للمواطنين وزبنائنا الكرام، لأن هذو الباصات ما هم مخصصين لنقل البضائع، ما لا والله، ولكن نتيجة للعوامل اللي جعلت نحن نخصوهم والله نعدلوا فيهم كذا، إياك نوصلوا رسالة الضعيف، إدواه نفقته بصل وكيلو شويات خفيفة، وجبة موشي الأسرة ضعيفة إياك توصلها في أقصى نقطة حتى إلى أمرش. وقف حركة التنقل بين الولايات حمل في طياته بطالة لعدد معتبر من السائقين، وجدوا أنفسهم في موقف يقولون بأنهم لا يحسدون عليه ويطالبون الدولة بالنظر في قضيتهم وتوفير بديل يكفل لهم لقمة عيش كريمة. احنا ذو شمس الشوفيرات ما عندنا من عايشين به، ما ودلك لا يطل رينوات اللي ترعيه هم راك بسمعت اللي من اهل هك قال له مات لي احرق، واللي من اهل ولاه قال له مات لي شيء هم راك بسمعت، وعياله هون يتباكى الليل ونهار ما عنده شيء يعطيه له وهو ما طوش. تتأرجح الآراء بين من ينادي بضرورة فتح التنقل بين المدن وبين من يشدد على ضرورة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، وسط حديث واسع عن التنقل بشكل يومي بطرق شتى ومن وراء حجاب، تحايلا على السلطات أو تساهلا من الأخيرة، وتبقى المرحلة القادمة كافية لوضع نقطة الحديث عن فتح التنقل بين الولايات وفتح الأسواق أمام الزائرين. موه الحمدنا، الساحل تي في. طبعا هذا موضوع مهم جدا، ولكن نتحول إلى فقرة توعية لنناقشه ونناقش بعض المواضيع الأخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في هذه الحلقة الضيف الدائم لبرنامج ليالي رمضان الفقيه عبد العبدي، أهلا وسهلا. ومعنا كذلك الدكتور محمد المصطفى السجاد، هو أخصائي الأمراض الباطنية وكذلك السكري، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. نبدأ معكم السيد الفقيه من الناحية الشرعية. نحن شفنا هذا التقرير المهم جدا اللي تناول موضوع مهم. طبيعة الحال السلطات قامت بإغلاق الحدود الداخلية بعدما قامت بإغلاق الحدود الخارجية. هذو الأشخاص اللي يتسلوا من حين لآخر في مراوغة منهم للسلطات، وهذه الإصابة اللي مؤخرا اللي خلقت وكان سببها شخص متسلل زائر لهذه الأسرة حسب المعلومات التي تصل من هنا وهناك، الجانب الشرعي لهذه القضية أو المعضلة إن صح التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نؤمن إيمانا يقينا أن هذا الدين مكتمل، وما فيه مسألة من المسائل ستقع للبشرية إلا ومرت بالنصوص الشرعية ووقع فيها الحكم الشرعي يضاهي. قضية الوباء وقع واجتهد فيها الصحابة، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده ضابط شرعي، أي رجاج كان في مكان فيه الوباء فلا يجوز له أن يخرج من هذا المكان إلى مكان سليم، مخافة أنه يرفع نفسه، يرفع
للناس اللي تخلها نفس البوابة. فلذلك اللي الآن مثلاً في واحدة من الدول اللي في اللي فيها هذا الوباء حولنا عود يعرف أن أصل السفر وحرام، حرام عليه سافرته، حرام عليه السافر، أما أنه قاعد يسافر بتسلل بحيث أنه يدخل ما معلوم به ويعود طبيعة تسلله تجعله قد يلتقي بكثير من الناس ويقعد حامل الفيروس، خاصة الشباب اللي قد ما تظهر عليهم الأعراض والله قلتها متأخرا، هذا يعود فاهم أنه لا تسلل وهو يحمل الفيروس بهذا الشكل، قد يأتي في حسابه آلاف الوقيش لا قدر الله إلى خلقت مشكلة، ويجي في حسابه آلاف من حالات الاستنزاف المالي والاستنزاف الأمني والاستنزاف، يعني يلطو يفهم أنه هو وجوده خطأ. فلذلك السفر حرام والتسلل حرام والتستر عليه حرام، يعني لا تهاجر عن وباء ولا تذهب إليه. الحكم الشرعي أن من كان في مكان سليم ما يخرج منه جايس الوباء إياك ما يضر نفسه، ولنعود في بليدة موبوءة ما جايس يخرج منها إياك ما يضر غيره، لا ضرر ولا ضرار، هذا واضح شرعا. نعم. غير نختل نبه فقط لأن قضية التستر عليهم اللي خطيرة، سواء عاد من جهات رسمية جهات أمنية حد يشوف واحد يقول هذا مسيكي مولانا قاي سهل ويعود ويحكم وهو كان يدير في النقطة هذه يعود آثمة أثمة كبيرة، أما اللي يتواطى معاه والله حد، إذن التعامل معاه بالشكل خطر. يعني لا بد للجميع أن يتحمل المسؤولية من دوره من مكانه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنتم كأطباء يعني سابقا ندخل في موضوع الحلقة اللي هو الرئيس اللي يخصكم ثم اختصاصكم، طبيعة الحال أنتم كأطباء بشكل عام تقومون بدور جبار في موريتانيا وفي العالم أجمع، وهذا هو وقتكم أنتم كأطباء وأنتم هم اللي دائما في المرتبة الأولى حينما تعاني البلدان من مثل هكذا فيروسات وهكذا وباء. هذو الناس اللي تتسلل واللي تجي واللي تسبب حالات ما كانت موجودة وبالتالي تزيد العبء عليكم أنتم كأطباء، شنو هي الرسالة اللي لا يتوجه له؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المهم من قضية الأوبئة جانبها الشرعي واضح وجانبها الصحي واضح، لأن أي وباء أي شخص جاي من منطقة وباء يعتبر إنسان مشتبه به والله قد يحمل الفيروس، ولا يحمل الفيروس يعرف أنه قد يسبب حالة واحدة قد تسبب وباء ملايين الأشخاص. بعدين ملايين الأشخاص في دولة ضعيفة من العالم الثالث ما عندها إمكانيات لإنعاشات، رغم التحسينات اللي خلقت تبقى ضعيفة، ما عندنا أي إمكانيات هي تخولنا هذا. أي إنسان جاء وسبب لنا على النشر هذا الفيروس هذا يعود عدلنا كارثة، يعود عرض الأطباء، عرض المواطنين، وعرض أهله، وعرض الناس كاملة. هو ذا اللي لا يأويه لا يعرضه للمرض، وذا اللي لا يجوهم ذا اللي أواوه والله عندهم به علاقة ما اللي يعرضهم للمرض، والأطباء لا يعرضهم للمرض. كم فريق طبي جاه واحد جاه أحد راسه وعقب انحجر الفريق الطبي، كم ثلاث حالات أربعة كلهم انحجر الفريق كامل، ينحجر الفريق الطبي معناه انه مات ليش تقال. منين يجينا من الحالات المتسلله اللي كله يجي ويقول لك انا جاي من هون قريب وهو جاي من مالي والله جاي من بليده وعقب يعود لا قدر الله في الوباء، معناه ان الفريق كامل ينحجر مات له ولا يجبر قاش له يداويهم. معناه ان هذا خطر، وخطر يا ريت الناس تفهمه، على ان احنا عندنا امكانيات لا الوقايه، الوقايه هي اللي بيدينا، على ان رقاش شخص في ذول الدول المجاوره يا ريت يبقى فيك الدول المجاوره، وشخص هون إجبار عنده علاقة بذوك الناس والله جاوه والله شيالته مباشرة ينبه بهم. نعم. لأن ذي غسل اليدين والتباعد بين الأشخاص زيادة على ذاك، التركيز على الحدود يالت عود أساسي. لأن التركيز على الحدود، الحدود مال جاي منهم مش كل شيء. صحيح. يالت يركز على الحدود أمنيا. ضرك طبيا تقريبا الحمد لله العمل عادي. غير ذلك العمل جهده عمل أمني. إلين ذلك الدفاع الأمني لا قدر الله يسلوا الناس ويدخل المرض يعود يكساء عادة كامل عادية تعهدانا به للدول العظمى تحدها ما قلبها. صحيح. حتى بعض الدول المجاورة اليوم تعاني من هذا، تعاني كلها الوباء. تعاني الدول الأربعة المجاورة تعاني. نعم. طبعا السلطات الموريتانية تقوم بدورها، السلطات الموريتانية تقوم بإعطاء أوامر وعلى المعنيين أن يقوموا بتلبية هذه الأوامر، لأنه فرض مفروض عليهم يلبوا هذه الأوامر، وعلى السلطات أيضا أن تعاقب كل من يخالف
هذه الأوامر، لأن نحن كاملين مسؤولين عن أنفسنا. الطبيب مسؤول، وكذلك الفقيه مسؤول، والإعلام كله مسؤول، ورجال الأمن مسؤولين بشكل أكبر، لأنهم هم اللي على الحدود، هم اللي مواكبين عملية دخول وخروج هؤلاء. حتى الناس اللي يدخلوا بالوتات الكبارات اللي مسموح لهم بالدخول والخروج، يلا يعودوا متحملين المسؤولية ولا يدخلوا حد بطريقة غير شرعية وعن طريق التسلل. حتى ذوك الناس اللي يدخلوا عن طريق الصحاري بطريقة وبأخرى إلى أن يصلوا لمناطقهم اللي دورها، يلا كل حد يتحمل مسؤوليته من موقعه هو ومن من 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 منطقته اللي هو فيها. نرجع لموضوع حلقتنا هذه الليلة. أسئلتكم اللي جاتنا على صفحة الفيسبوك المتعلقة أساسا بموضوع هذه الحلقة من الناحية الصحية، الطبيب مختص في أمراض المعدة وكذلك أمراض الباطنية وكذلك السكري، هناك أسئلة كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، وهذا موضوع مهم جدا خصوصا عند الأغلبية العظمى من المشاهدين. لكن نتوجه كالعادة، نبدأ بمدخل من الجانب الفقهي. اليوم سنناقش موضوع صلة الأرحام. صلة الأرحام مهمة جدا. طبعا قبل شهر رمضان كانت هناك وسائل كثيرة جدا بإمكان أن تكون صلة الأرحام عن بعد، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمشاغل الكثيرة. اليوم هناك مشاغل في أول النهار وحجر صحي في آخر النهار. حدثنا عن صلة الرحم. أولا، صلة الرحم هي ركيزة من ركائز هذا الدين، وورد فيها حديث أو أحاديث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن فرق من خلقه الأرض تعلقت الرحم بساق العرش، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ معناته أنه لها حجم كبير في الإسلام. ولكن كما ذكرت في بداية الحلقة أن هذا الدين متكامل، فيه قواعد تسقط على كل حالة. فيه قواعد كلية في الإسلام تسقط على كل حال. مثلا حالة صلة الأرحام الآن تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، يعني تحت القاعدة اتقوا الله ما استطعتم. يعني تقوى الله مطلوبة ولكنها حسب الاستطاعة. فنحن في قضية صلة الأرحام كان مطلوب من الرجاجي أن يجير رحمه ويزوره ويحسن إليه. الآن والمريض أيضا زيارة المريض وإعادة المريض وحده. الآن ما دامت حتى فيها صعوبة، خاصة قاعد الأرحام اللي في الداخل، هذا ما معناته ما في صلة الأرحام يرد حد يتواصل معهم، يتلفن عليهم، يقبل أخبارهم، إذا عاد حد منهم مريض يزوره يعني يعيده بالتليفون، إذا عاد عنده حاجة يقدر يوفرها له يوفرها له. فلذلك يتم قابل أخباره. ويارتنا نفهم من قاعدة صلة الأرحام: ليس الواصل يعني من يصل من وصله، وإنما الواصل من يصل من قطعه. فلذلك عود عارف أنه رحم سواء تعاطى معك ولا ما تعاطى معك، هي مهمة كلفك أنت بها مولانا وكلفه هو بها مولانا. تصرفاتك أنت ما هي مبنية على تصرفات المقابل. المسلم لا يأخذ تصوراته ولا تصرفاته من المقابل، بل يأخذ من عقيدته هو. فلذلك إذا عنده قريب ما يصله، هذه ما هي حجة، هذا هو خالف، هذا ما يحملك التعليم. فلذلك يدير إطار، خاصة الآن الحمد لله وسائل الوسائط الاجتماعية مجموعة تعود المجموعة من العائلة، مجموعة الفخر، مجموعة القبيلة، على الواتساب مثلا، على الواتساب موجودة على الوسائل الأخرى، يدخل حد ويسلم ويعطي الأخبار. المهم يتم يقبض الأخبار، لأن هو المراد من صلة الأرحام أصلا من ضمنها إدخال السرور. إدخال السرور، لذلك إدخال السرور قد يقع جميل. بالوسائل المختلفة. فضل صلة الرحم. فضل صلة الرحم أولا ورد فيه حديث: من أراد أن ينسأ له في أجله، يعني طوال عمره يلي دور الناس وتو، ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. هي من المسائل اللي نتائجها الدنيوية، هي نتائجها الأخروية يصله الله. والله سبحانه وتعالى إذا وصل عبدا من عباده فقد بلغ القمة في الارتياح في الدنيا والآخرة. فلذلك أجورها عظيمة ولا تخلى. جميل. إذن مشاهدينا الكرام، لا هي نبدأ مع الطبيب بأسئلتكم أنتم، بأسئلتكم أنتم هي الأهم، وربما أغلبيتها هي كانت محاور هذه الحلقة. لا نبدأ بالأسئلة حسب الترتيب الموجود عندي على الفيسبوك. فاطمة من محمد سالم،
سوى لي الدكتور حد زر جوفه العصري يحس به ويقول ان فيه يقول على ان فيه شيء في شيء كاسي يقول هذا من ناش وجيع فم المجبنه يخلق من ناش على ان زر العصري تحس به ولا تحس فيه شيء كاسي كاسي ما عرف كان ينهز والله فيه بري والله شيء وكذلك وجيع فم المجبنه يخلق من ناش والمحور حد لا يقول 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 على ان قلبه شاعل شاعل في النار شنو علاج هذه ياسر من الامور شفت هذه ياسر من الاعراض هذا فيه الام في الزر الايسر وذيك الالام في الزر الايسر قالت له انه شيء كيف شيء تكسر فيها مرده ولا شيء وقلت له ده لا الام قولون عادي وقلت له ده الام الزر الجنب الايسر عاده فيها عاده نقول فيه القولون النازل وفيه الكلية اليسرى وفيه الطحال وهذا عادة ما هو عرض بعد الكلية الكلية ألامها قلت ودمتينا حتى ومع صاحبة بعض الأحيان إما أحرق بول إما شيء غير ألامها متينة ما هو ألام عادية وقلت ود ما مصاحبتها حمى ولا مولي حرق بول غير بعد تود ألام حادة حتى فيك يا ألام اللي نعود حصة وشيء هم المجيب بالنسبة لهم المجيب القال منطقة المنطقة فم المجبنة ولا القرذوف ولا عادة آلام في غالبيتها آلام متعلقة بالمعدة إما قرحة إما التهاب معدة إما أورام خبيثة غير عادة في غالب في رمضان في تود التهابات معدة عادية وبعض الأحيان تود الآلام قاع مسائية تود طبيعية عند الناس كاملة في رمضان ولا هي ما هي مرض قبل ذاك هو زين أم عادة مع هذه الإصابات تقول مولي أعلنها فم المحور وتقول أعلن قلبها شاعل فيها هذيك المحور فينا. المحور لا نوع من الإرجاع الإرجاع فيه مراحل فيه مراحل يعد ما ينحس به حس بها لا كيف تنفيض قلب ولا مسائل ذنبتها وبعض الأحيان تحس بالشي طالع وبعض الأحيان درجة كبيرة يعد ملاهي يخلق له شيء كيف تقيء يقذف الشيء من هذا ذيك المراحل المتقدمة من عيات تحتاج العلاج بالمناظير يأكل الصمام ينسلح ولا يعدل له شيء يأكلوا يعود ما يتم يطلع الهضمي والله ما اللي يستخدم بعض الأحيان يستخدموا شيء كيف تلاستيك كيف هذا غير عادي في غالبيته عادي ملاه عادة يتحكم عليه بأنه ما يكسر له كيل حتى ولا يشرب غازيات ولا مسائل مدسمة حتى ولا هذا ولا يتكي مباشرة عقب الأكل حاول أن يعطي شيء قاعد والله يعد الرياضة والله شيء بعد الأكل يأكلوا ينزل عنه ويعود ما يطلع له زين لكن نكملوا إجابته هي هذه بشكل كلي هي تحس بالأعراض اللي قلنا حالة كاملة في البلد هاي الأعراض في البلد مدري كانها فم مرض معين تؤدي له هاي الأعراض لا فم ألام قلت له ألام قولون وألام عادية وعادة قولون كامل ما متفصل به اللي ما جابت شيء دقيق كان فم إسهال كان فم انتفاخ كان فم إمساك كان فم شيء غير فم الإرجاع المتأكد إن فم آلام بطنية ما دامت عادية ولا هي شيء تقدر قالت لا شيء عادي والإرجاع مسألة عادية محور هذا المسألة عادية إما يستخدم له مضادات فيها أدوية يساعد الصمام من على إنه يخلي على إنه ما يطلع المواد الغذائية من المعدة الشهر المري والله ملي نعطى له أدوية مضادات القرحة ومضادات يعني كالعادة تنصحها بزيارة أقرب طبيب لمعاينة القضية عندنا لال مد قالت السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا قالت تقد تسول عن الحلبة ما أعرف كان وجبة ولا شيء كان عندها أضرار على المعدة تعرفوها حلبة أنا بعد نعرف يشني عند الطبيب ما أعرف تعرفوها شنو هي الحلبة نوعين خالق لابس منه وخالق الرطب اللي هو عبارة عن ربيعة ما هي من الربع اللي نستخدمه إحنا هي وجبة بيضة ولا شيء؟ ما هي وجبة هي خضرة هي خضرة لاش من الربيع أخضر وينقالوا حلبة والعالم يعملوا يكون احنا ما هم ثقافتي زين أنا قد سمعت في الاسم يعني الطبيب قال عنه ما هم طالع حتى ما هي من ثقافتنا احنا ما هي من ثقافتنا عادي أدخلوا جوجل وسولي عنها وعرفي تكتشف رياضها بطريقة أو بأخرى عندنا إحدى المشاهدات اسمها ما نبقي نقراها بالطريقة المكتوب بها قالت دورك تسول للفقيه امرأة ولاهي حافظة القرآن وتصلي التراويح وحدها
كانها تقد تم تصليها لا بالفاتحة وما تيسر من القرآن. والله ما عنده مشكلة خالق الواية قلنا هل يتنذيهون يالت 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 الجمهور يعود يعرف إن الفاتحة قل هو الله واحد كامل كلام الله فمن أعطاه الله الفضل وعاد منه القرآن قد يقرأه كاملة بها ونعمت حد عاد عنده الله منه شيء ياك ما تيسر يقرأه بتوه يقرأ به مهم إنه يقوم ويتدبر ويقرأ يقرأ به مع أني دائما نصح إن يالتنا كاملة نبذل الجهد في أن نتعلم قراءة القرآن الكريم مادة جايتها رسالة من رب العالمين صحيح. ولا تعرف طريقة تقرأها لذلك هذا ما هو صحيح يا تلقاه يبذل الجهد ولا هو صعب ما هو صعب يبذل الجهد إنه يتعلم التجويد إنه يتعلم التجويد وطريقة القراءة قد يتم يقرأ القرآن قد يتم يصلي قبل تلفونه والله ما صحفه ما عنده مشكلة وذو الناس اللي تركز دائما تصلي صلاة تراوح بصورة الإخلاص بمثلا 12 ركعة كل ركعة فيها ما في إشكال لأنهم كانوا ختموا القرآن ما في إشكال ما في إشكال زين نبيلة البكاي قالت ذيك الأمور اللي فيها وجهت لك وذاك أنت متخطاها شوي خرص سؤالي مسوله طبيب عن حد يقذف الدم ياك ما يخسر عليه الصوم ياك ما يخسر عليه الصوم شيء وشكرا جزيلا البرنامج جميل وممتع هذه نبيلة قالت انها تقذف الدم معنا بقى كان هذا قاع خطرة بحد ذاتها انها تقذف الدم مدرك هذا يخسر خسرش على صومها هي طبعا قذف الدم مسألة بالنسبة للجهاز الهضمي مسألة متينة قرب في غالبيتها ياسر منها يعود ما هو قذف حد ذاته الدم يعود المريض أول شيء أن يجي القيء بداية القيء شيء طبيعي يتلبع عقب ذاك شيء من الدم ذلك عادة شيء يخلق في المري شيء قالوا ملري فيس متلازمة ملري فيس من عريقات فم يطرطبوا بعد رقاج فرصة القذاف مثلا خالق صار القذاف اللي هو رقاج قذف الدم من المعدة اللي يعود بكمية ما يكبر عادة يعود شكل قهوة مع اللبن معناها انه به اللي فم حامض في المعدة وين يجي يتغير شكله والله كيف تكبده مشقرة شكله هذه المسائل عادة مهمة يارت رقاج يعرف سببها شنهم يجي الطبيب مسألة قريب من مستعجلة يعني تود متينة تود مستعجلة يالت مولا يجي للطب ياك نعرف سببها شنو إما التهابات معدة التهابات هذا إما دوالي مري إما قرحة إما أي شيء يالت مولا يجي للطب ويتأكد من ذا شنو كانوا يصوم قاع والله ما يصوم لك شنو خطورته هي والله يفهم خطر زين لا هنا قرب بعض الأسئلة قال المشاهدين الكرام لا تبعدوا ملي حتى عن الشاشة منكم اسمع إجابة سؤاله لا يبعد حتى بيني عندنا بعض المواضيع اللي ناقشوها وفم ضيف الليلة فقر ضيف الليلة هذا الضيف تحدثت عنه كثيرا على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي وكان فم ياسم الحديث عنه عن حضوره في بعض الأعمال وهو مخضرم جدا في الجانب اللي هو فيه ولا يخلو لكم مفاجأة لين يلحق وقته عندنا منية عبد الله قالت لي أذلت ليالي نطرح عليك سؤال ولا تقرأه أوكي هذه الليلة الرابعة رانا قريناها سؤال الفقيه عن حد كان يوخر الشيء من إنشاء حد كان يخوض الشيء من إنشاء وطار على صفعه ولحسه ساهي كان نهاره خسر لا صحة وتوه نهاره ما خسر صح إن شاء الله صح قد خلقت لي مرة هذه القضية وسوى الطبيب عن حد فيها التهاب المجبنة كان وصوم شفت التهاب المجبنة هاي مردة كبيرة وعريضة وفيها شيء صوم وفيها شيء ما يصوم التهاب المجبنة لا حد ولا منظار لأخر آلام معدة وتوه آلام في منطقة المعدة ذيك اللي انتو دمولاها ما يصوم ولا ما سبب له ما يأخذ على طبيب قد يعطيها أدوية تساعده قاعد في الصوم ما عنده مشكلة ويارت خرص إلى ما امتان تالي الأعراض ولا امتان ليش ما أنه عادي معنى ياسر من ذي المعدة اللي يقول الموريتانيين تقف تود ما فهم آلام حقيقية فيها ياسر منه نفس وياسر منه ما هو حقيقي لنعود آلام مشخصة والله ما اللي امتانت بها الصوم يارت ملاها يجي للطبيب ولا البقية فطر والله فطر واضح للمرضى ويداوى غير ما معناه انه لا افطار ذا العام الزمن كامل انا في يد مجبنا ما نصوم مجبنا مردك كيف اي عضو من الجسم يمرض لان يمرض ويداوى يبرأ
فهم يا مولاه يعني ما تدفهم قرحة حادة كانت المال هي أسرة 3 أشهر ولا 6 أشهر الأخر كامل يرتسون به يرتشبر به ما يتم دائرة مردانة فيها خفق ما يس هذا الناس فضائح واحد يقول لك فيها خفق ما نصوم فيها أظني السم ما نصوم أي مسائل ما يرت رقيت لي وحل فيها جميل لاهي نواصل أسئلتكم ولكن لاحظ علينا الأسئلة فيها شيء أيضا جانب متعلق بالطبيب ما لاحظته في أغلبية الأسئلة هو السكري مرض السكري اليوم المصابين بمرض السكري هم أبدأهم عادة من الرياضة بطبيعة الحال كما شار الأطباء والله في شهر رمضان المبارك الحالات اللي مسموح لها بأنها تصوم وبالتالي لا تتناول وجبات في الليل والرياضة ما هي خالقة هذه الظرفية ذهية أنتم تنصحوا باش الناس المصابة بمرض السكري وشن هي أصنافها شفت السكري كحزوا الدراسات كامل الأطباء المسلمين عدوا ياسم الدراسات وفي شيء مشات على 28,000 شخص وعدت لهم دراسات كان الصوم ضار ولا ما هو ضار يجبر غالبيتهم عدوا 3 فئات في فئة ما عندهم مشكلة في الصوم صوم طبيعي وفي فئة صوم بشرط وفي فئة ما تصوم نهائيا فهمت المهم ان الناس اللي تصوم السؤال كانوا حول الرياضة ولا حول الحمية ولا شنو يعني أنتوا الرياضة بالنسبة لهذا رجاش حاول إنه يعدل يدخل يوتيوب ويدخل شيء وخلاص الرياضات المنزلية اللي قد يعدل مناسبة عقب ذاك الساعة الشخص يقد بعد صلاة الصبح يعدل رياضته ويعدل 45 دقيقة ما في حجر صحي ما فيش وفي جرامات بالنسبة للسكري عدد الجرامات اللي أهلهم يقدوا يصوم وذوك اللي ما يقدوا الله عادة يارت يصوم لا إنسان متزن ونحن بعد نسمح إلى جرام و30 جرام و40 حسب أن يعد متزن ولا عنده هذا غير عادة في بعض الأطباء يرفض قاع الصوم وخصوصا في المناطق الحارة اللي فيها فترة النهار وفقدان السوائل بكمية كبيرة غير بعد عادة يعد متزل عنده تراكمي أساسا نحن نديره على المخزون السكر اللي هو التراكمي أقل من 7 ومولاه ما عنده مضاعفات شيء ثانية سوى شنو مولاه يصوم جميل توجه لكم سيد فقيه فهم سؤال من فاطمة الزهراء قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحافظ شكرا على البرنامج الجميل وعندي سؤال للفقيه هو كان نشر النساء بصورهم على مواقع الاجتماعية واتساب فيسبوك وهما مزينات يكانوا حرام بالخصوص في فترة رمضان المبارك وزمن قاع كامل مخالف لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ونختيره حسب اللي قالت نختيره نحن النساء يفتينا في ذاك وهذا السؤال حقيقة مهم وفي مهم جدا للمجتمع المسلم ونختار حد يفتينا فيه جزاكم الله خيرا. شوفوا قضية النساء في التعامل مع التجمل والتعامل مع السوشيال ميديا التعامل مع الباس والتعامل مع الزينة كاملة الشريعة ضبطتها جابت لها ضوابط ظاهرة وواضحة لا هي دارقة تحتاج إلا حد يفهمها نختار أخواتي اللي يسمعوا يركزوا في نقطتين أساسية يفهموا هذه إياك يمشيهم شوف الشريعة تعاملت مع المرأة في حالتين في حالة أنها متزوجة داخل بيتها وحالة أنها ما هي متزوجة أسوأ متزوجة خارج بيتها والله يعني في الشارع فهي متزوجة داخل بيتها أباحت لها الشريعة كل معاني ودلالات الزينة الباقي يتعدل من الزينة التجمل بما فيه لابقات تلبس دراع من ذهب تعدلها وخارج بيتها لك ما هم عدلها ما السبب احنا نعودوا صريحين إياك نوصلوا للنتيجة ما السبب قالوا لماذا الشريعة أجازت للمرأة أن تتزين داخل بيتها قالوا لأنها جائز لها أن تثير زوجها لأنه إذا وقع بها فهذا مطلب شرعي هو يخلق فيه التكاثر إذن أصل جواز زينة المرأة هي إثارة الرجل طيب هي إلى عدلتها في الشارع من الذي ستثير إذا مرت مرأة مثلا على شيء من الشباب قاعدين وهي في منتهى حلتها
ودائرة أطرها وأثارتهم. شنو الهدف يعني؟ هي أثارتهم ممتاز. الآن هم قد عودوا هي لا لهم ما لهم عليها سلطان يا غير هم قد عود عندهم سلطان على شيء من هالشيء حال الثاني. فالوقت الشاب الذي أثارته الرجل الذي أثارته المرأة الطيبة الطاهرة النقية الماشية في الشارع وأثارته وعاد هو شيء مارس الزنا، الوقت اللي مارس الزنا هي مكتوبة عند الله من الزنات، ولو كانت ساجدة تصلي. الله أكبر. ولو كانت ساجدة تصلي، شنو السبب؟ لأن هي المتسببة. هي المتسببة في هذه الكارثة. يكفيك أن المرأة المتزينة والله عاد ما هي متزينة ودايرة العطر وماشية في الشارع، كافيك أن ملائكة الرحمة اللي أصلا دورهم أنهم يدعوا للإنسان يعودوا يدعوا عليها باللعنة، ما هو شيء ثاني. ودعاء الملائكة مستجاب. فلذلك المسألة فيها حديث خطير. حديث خطير خطير يعني. صنفان من هو في حديث مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأنهن أسنبة البخت الماء، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قالوا لماذا صار عود لا يدخلن الجنة وهي لا حد إنها مصيبة من مصيبات، هي لا حد إنها كبيرة من الكبائر، لماذا تمنع دخول الجنة؟ قالوا لأنها هي كالنار. إحنا المرة اللي جبنا مثال لو إنه مرة خرجت الصبح متزينة، نتوقع كم من شاب أثارت على قدر ذلك لا يعود على قدر حسابها، فلذلك يوصل رصيدها. وهذا الكلام اختار أخواتي مستمعات يسمعها، يوصل رصيدها عند الله من السوء التي تحرم الإيمان عند الموت، تموت على غير دين. مسألة ما هي سهلة، لأن رجوع الأصل السؤال اللي هو قضية الوجه. أولا المرأة جوهرة، ما هو مالي الوجه واحد قيس إذا كان احنا قاعدين المرأة جوهرة، وهذه الجوهرة الشريعة عدلتها غالية وملوقة حتى وشوف فلاح جاء وخطب وأعطى مهر ومشى وجود كركر، كنا تعدل نفسها رخيصة، أمرت زينت وطلعت على للفيسبوك كم شاف كم شاف من اللي يستحق يشوفه ومن يستحق ما يشوف، أصبحت سلعة رخيصة مبتذلة لا قيمة لها، واللي ينظر إليها أيضا ينظر إليها بذي القيمة، القيمة الجمالية ينظر إليها بالقيمة الجمالية، القيمة الاحترامية حاقرها. ولذلك يقولون عن الرجال أن الرجل في جانب الشهوة قد ينظر إلى الواخر كامل، ولكن الجانب الاجتماعي اللي انت يتزوج ما هم لو ذيك صورتها في الفيسبوك ولا ذيك اللي في الواتساب، لا يمشي لو ذيك المقطع شافتها العين المتروقة بعيدة بأنه يريد أن يستر نفسه. فلذلك السؤال مطروح يا العاقلات، لماذا تعرضي صورتك؟ شنو السبب؟ دور الناس تشوف انك ذاتك ما خاسر شيء، لا راه ولا الى يفقدك القيمه عند الله ويفقدك القيمه عند البشر. فلذلك يعني ليضرب ليضربن عليهن خمرهن ولا يبدين زينتهن ولا نجعل زينه ماذا ما يرغم ولا ثمان. فلذلك على هذا القول المراه المتبرجه كامله يعني اللي ظاهر وجهها واذنيها متزينه ما قاعد عاد وش نحتها وش ذاك نبته، اظهارها صورتها على الوسائل كبيرة من الكبائر قد تحرم بها الإيمان عند الموت والله أعلم. بالله طبعا أسئلة كثيرة جدا السيد الفقيه حول هذه المواضيع، أتوجه لكم السيد الطبيب سؤال أو اثنين في هذه الفقرة. عندنا زهراء عمر طالب قالت السلام عليكم، درجة سؤال للطبيب، عندي طفيل عنده 6 سنوات لا تمنين ينكبس من جوهه وعاد واخذ شيء من القوب على راسه ووجهه، مشينا به شرطة وأعطاه شيء من الدواء ولا زال شيء، ندور الطبيب يقول شيء في ذلك. ثاني مرد صعب شوي باللي قاست الطب وقالت إنه ما زال شيء، يالته تراجع لأخصائي أطفال، تراجع أخصائي أطفال ويخرس شنو اللي ما فهم علاقة بين القوب والشيء، قدود مسألتين ما فهم علاقة بين القوب والمجموعة، وهذه مسألتين كلها مفترقة، هذه الآلام يالته تنعرف سببها شنو، يم يحتاج الفحص بالصدى اللي هو تلفزة ولا شيء تعدل، يحتاج مناظير، يحتاج إيش، يجي الطبيب أخصائي أطفال ويشوفه، وإذا الجلدي بسيط جلدي عادة بسيط، إما طبيب جلدي إما طبيب الأطفال قاعد كافلو ولا طبيب عام. سمعنا معلومة وخبرتم كطبيب، لأن حنوشت الجوف هذا
عيا وأذول معيدة شوي وعيا ومالي نبتو شنو القوب والله شفتي المخالي لحنوش تجوف هذا ما يقول فيهم ياسر أكثر من اللازم هما يسبوا آلام في الجوف يسبوا اضطرابات جهاز عام يسبوا نقص دم يقدوا مالي عدلوا طفح جلدي وقد يعدلوا الشبه اللي حساسية وجود مسبب حساسية لك الحساسية قد جاء على طريق مرة فهذا ما هو القوب مفهوم القوب ذا اللي طفح أكثر هذا لا لتكتل قال لكم وخير تبيكم يحفظكم نسيبة من محمد قالت السلام عليكم الحافظ صور لي الدكتور حد يتم يجبر ألام في أسفل البطن ما كانت توقع له لا طارئ له ذاك مناش ما كانت ألام أسفل البطن ما كانت خالقة ألام أسفل البطن عند النساء عادة تود لا نسائية عادة ما متعلقة بشي ثاني إما نسائية إما متعلقة بالمثانة وتوف ما ناني تياب تعود فهم زيادة كان فهم حريق بول كان فهم شي كان فهم إبرازات شي سوشن ياب تعود فهم المهم ملاهي يشوف طبيب نساء ولا طبيب عام على الأقل ولا طبيب أي رقا يشوفه يقول له المرد اللي عنده سؤال أخير في قضية العسر هذا اللي يخلق في رمضان أساسا وهو سؤال من السيدة أيضا قريت لك سابقا لا أعلن حد ما يبوله تو هو البول اللي يتناقص يوميا اللي كامل اللي صبح هو بايت يشرب هذاك ما يستحق قاس بايت يشرب في منطقة ما هي حارة حتى يالتو لا يبول إني ما يبول يالتو جل الطب يتأكد من سببه شن إما عنده محكم في البول والله وياك يالتو عنده آلام كون يلعاد عنده مثلا عصبية مثلا العصبية تمتلم لها ما يحس بها والله ما اللي عنده مسائل قصور كلا ولا شيء رجاج يشرب حتى ولا يقول في الليل ذاك ما طبيعي جميل شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد المصطفى السجاد وأنتم أخصائي في أمراض الباطنية وكذلك السكري شكرا جزيلا لكم شكرا لكم الفقيه عبدي والعبدي وأنتم الضيف الدائم لبرنامج ليالي رمضان نلتقي إن شاء الله ليلة غد في الحلقة التاسعة بحول الله تعالى مشاهدين الكرام لا تبعدوا عن الشاشة لا هنقيسوا آراء ونرجع لكم إن شاء الله تعالى نتكلم عن احنا والساقين 9000 ولا 10 من البشر هون تتكاوس ما عندها ميت وقيدوا وش وراي قطعوا خلاصنا هي اللي انقطع خلاصه وقاعد هون عن اهله عادوا هدو مصيرين هكو وهو مصيرهم مضرين منها يلاقص هذا رايها طالبين الطريق تنفتح لنا والحدود تنورق ما فيها جوع والله ما نبقوا المرض لأي رقاجة موريتاني ولا نبقوا حد يسلل شورنا ودلي يضرنا بمرض غير احنا في الحقيقه معانين في الطريق اللي احنا فتاره وتعابه وعندنا الشاشره رمه في البوادي يبقوا شونا ما هم قادرين يشونا عندنا هون قطر من الشوفيرات يزيد على 50 شوفير والله 60 شوفير اطلع على العمل وعندنا ياسر من الزبناء وشمل العمال هون المايوفه وطالبين الدوله اللي عاد تقدر تساعد والله عندها حاله قد تعدلها هاي الشركه هي اللي تعود نسبه 5 نسبه 1% من الشراكه الموريتانيه هون في قطر مشتركه عاد يزيدوا على 60 والله 70 على الخط طريق الامل طالبين لعادة الدولة قد تقوم معنا بحالة تفتح لنا بين المدن وتعدلنا حل وسط الدولة العدل كامل جيد وإحنا عرفنا إنه أجبرنا نتيجته حقيقة من ناحية النقل لكن عن الناقلين شريحة من الناس ضرت صراحة تضرر متين مضرين من قفل الطريق يقال نعرفونهم قافرتها الدولة على وباء ومازال موجود ناقوس ومازال حالا قاعد ولا ندروها تفتح يقدر توفر الامكانيات تعيش بهذا البشر ما هو موجود خلال الجوع خلاه احنا ذو ما عندنا اليات واحد فيه يسوى شنو وهذا هو اللي نقول من الطريق ما ندروها تفتح إذن مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد طبعا فمن بعض المواضيع التي أثيرت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فمن بعض المواضيع اللي شفتوها في شهر رمضان المبارك اللي تهمكم حتى يا غير بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لين نناقشوها مع ضيفنا في هذه الليلة Thank you.
متعني بلقاؤه. الله الله اللواءه، الله متعني بلقاؤه، الله الله اللواءه. انت يا محمد بك، انت يا محمد بك تبشر الانبياء، امك نالت بفضلك ما لم تنله النساء. أمك نالت بفضلك ملا انا عيني ما شافتها، قلت له الناس اللي تعرفها انا واخذ اسمها، وعن حد امرض في حومته وشفا امي كل ده. فرحوا بتما بهر الأرض والسماء.
صاحبي سمعني لقاء تركوا عنكم كهرس الأخبار مسحوا سيد الأنبياء وما زال وراكم بعد نهار القلوب من منو ترتاعوا أهلاً أهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد لهنجيس وفقرة ضيف الليلة. وضيف الليلة هو فنان ممثل مخرج سيناريست مخرج مهرجانات مدير لدار السينمائيين الموريتانيين مثل موريتانيا في مسلسلات محلية في أفلام مثلها محلياً وخارجياً حمل شعار البلد في أفضل فيلم موريتاني ربما فيلم تمبوكتو وهذا الفيلم اللي حصل على بعض الجوائز الكبيرة دوليا وكان أيضا منافس في جائزة الأوسكار. ضيفنا في هذه الحلقة شفتوا منه لقطات في أول حلقة من المسلسل الذي توقف مسلسل الغابة كان حضوره فيه بارز وكثر ياسر من الحديث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عنه هو شخصيا وعن حضوره في هذا المسلسل وعن كاريزماه كممثل يعتبره الجميع من بين السوشيال ميديا لأنه ممثل مخضرم ولم يجد حتى الآن البيئة المناسبة له هو كممثل يعني يظنون بأنه في واد والواقع اليوم في موريتانيا في واد آخر ويتمنون وجود هذا الممثل في بعض المسلسلات العالمية لملا ومسلسلات العربية. ضيفنا في هذه الفقرة هو الممثل المخرج مدير دار السينمائيين سالم دندو. أهلا وسهلا بك أستاذ سالم. ليلة ما جيتوني متكبط في الزي اللي شفناكم فيه في المشهد الأول من مسلسل الغابة. طبيعي أنا الليلة جايكم كسالم شخصية دندو, سالم دندو. وذاك اللي شفته في مسلسل الغابة مفوض من اللي كتبته على فيسبوك ايه. أو ذاك الوقت معناه أنه خرجت من شخصية ايه. أنا هون سالم دندو بينما هوك شخصية أخرى ما عندها علاقة. طبعا أنا من بين المعجبين جدا بأدائكم في, 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 في التمثيل خصوصا شخصيتكم ذيك كتبت مثل دور المجنون مرة مثل دور الأب الروحي لأشخاص مثل دور ذلك الابن الذي تدرج في مراحل مثل دور رجل الدين مثلت دور المحقق مثلت أدوار عديدة وأقنعتم المشاهد حقيقة أقنعتم المشاهد بأدواركم. نبقوا سالم دندو اليوم يقيمنا سالم دندو في موريتانيا من دراك كان سالم دندو فاتش بر ذاته فاتش بر نفسه في أعمال موريتانية اليوم على أرض الواقع في موريتانيا.
اولا لان نعرج على اللي قلتوا على انه هو الممثل عاده ذاك اللي يحاول يفصل بين شخصيته هو كشخص عادي في الحياه العاديه والادوار اللي يمثلها ويحاول قدر المستطاع انها ما تبقى معاه، وعلى الاقل لما اللي يحاول قدر المستطاع انها ما تمشي بشي منه للمشاهد. مثلا دور المجنون، دور الملك، دور المفوض، هذه كلها شخوص شخصيات تخيلها كاتب في لحظة ما ومخرج وجسدها ممثل. من المفروض أنه أنها تعود تختلف. وهون أنا لاحظت على أن بعض من الجمهور الموريتاني ينقد في الممثل شخص الممثل في الوقت اللي الممثل الوقت اللي يمثل ما هو. مثلا تدخين في المكتب، أنا مع المشاهدين عن تدخين المكتب ما يتواسى، يكر هذا النقد أنا ما نعتبره موجه لي، نعتبره موجه لذاك المفوض اللي دخن في المكتب. لكن نرجع للسالم، لكن نشوف أستاذ سالم، يقير أنا نختارك تبدأ لي من ذا المنطلق، أنا دور تقييم سالم دندو لسالم دندو اليوم في موريتانيا، من درأي كانكم فتو جبرتوا ذاتكم فعلا، من درأي كانكم فتو قدمتوا ذاك العمل اللي يليق بمقامكم أنتم، وأين هم الممثلين اللي كانوا معاكم في بعض المراحل؟ لماذا اليوم صديقكم وزميلكم الأستاذ عبد الرحمن أحمد سالم أحمد طوطو غائب عن التمثيل؟ لماذا مثلا بنى شخصية ذهب عن مجال التمثيل في مكان آخر؟ لماذا مثلا شخصية لحرش المعروفة؟ لماذا شخصية بطمقعور؟ لماذا هؤلاء الأشخاص لا يقفون وقفة رجل واحد ويقومون بإنشاء مسلسل ولو مسلسل يليق بمقام الدراما الموريتانية؟ صحيح أنه طموحنا أيام من دخلنا عالم الفن وعالم التمثيل أن الواحد كان يطمح أنه يوصل لمرحلة ما، ولكن الأرضية ما كانت تسمح. أنا مثلا كنت نشوف في التسعينات وفي بداية الألفين لأنه هذه المسلسلات والدراما اللي نشوفه المصرية والتركية وغيره إحنا قادرين على أن نعدلوا شكلها، وكان فيه ممثلين شباب مروا بالمرحلة أنا عاصرت واحدة منهم كانوا قادرين أنهم يعدلوا هم كفر يعدلوا دراما حقيقية. ولكن المسألة على المنشغلين في مجال الدراما اللي هم الممثلين والشباب اللي دخلوا هذا العالم عندنا ما كان فيه احتواء بالنسبة لهم. احنا إلى الآن ما عندنا معهد للفنون، إلى الآن ما عندنا مؤسسات إنتاج بمعنى كلمة مؤسسات الإنتاج، إلى الآن ما عندنا صندوق لدعم الإنتاج السينمائي عموما والإنتاج الدرامي. هذه كلها محاولات فردية يقوم بها بعض الهواة اللي يهواوا هذا البلد. يعني أنتم موقعكم كمثل دار السينمائيين قمتم بالاحتكاك مع ثقافات أخرى عديدة من خلال المهرجان الفيلم القصير هذا اللي احتكيتوا فيه مع شخصيات كبيرة وممثلين كبر ومخرجين ومصورين كبر جاءوا إلى موريتانيا. يعني جاءوا ونحن اليوم لم نشاهد الفائدة على أرض الواقع بالنسبة على الأقل للمادة اللي تأخذ للمشاهدة التلفزيون. صحيح، احنا في دار السينمائيين مهرجان نواشوط الدولي للفيلم القصير السنة الماضية كان في نسخة 14، معناها أن 14 سنة وإحنا مقاومين هذا المهرجان، ولكن مقارنة مع نظرائنا في شبه المنطقة احنا هم ما نسيان نظرائنا في شبه المنطقة عندهم معاهد الفنون، عندهم مؤسسات الإنتاج، عندهم صناديق لدعم الإنتاج أيا كان إنتاج درامي تلفزيوني أو إنتاج سينمائي. إحنا العكس، إحنا هذا ما هو عندنا، فقط إحنا هم نتقاسموا نفس الهم، شايفين على أن السينما الموريتانية واعدة، شايفين عن أنها منين يعطالها عناية قليل من العناية وقليل من الدعم أنها باستطاعتها على أنها تنتج. حتى الآن كل ما هو حاصل هو محاولات من شباب يعني كل فترة يأتي الشباب ويحاول ويذهب ويأتي شباب آخر وهكذا. طبيعي جدا، هو طالما ما فهم استراتيجية من طرف الوزارة الوصية ولا فهم ما لا يخلق شيء، ما فهم استراتيجية واضحة، نعود ما فهم صندوق الدعم، نعود ما فهم تنظيم القطاع، ما لا يخلق أي شيء ليتملك المجموعة جي. وحتى الشباب الهواة اللي يجوا اليوم ويتكونوا في السوق المحلي يكونوا في السوق المحلي يقعد ما القطاع ما هو منظم بالنسبة لهم لا يهتم إلا كل جيل يجي همه على أنه عدل أحسن من عدل الجيل اللي قبله. يقير يعني الناقد غير موجود، هو الناقد ما هو موجود وحتى
التنظيم ما هو موجود. هو هذا القطاع لازم ينظم. هذا القطاع لازم ينظم. وحتى الآن فيه عاد ياسر من الناس عادوا أجيال، هنا ثلاثة أجيال وأربعة أجيال يمارسوا هذا الفن. يا قاري لين ما يندعم ولين ما ينظم طبيعي جدا واحدين مثلا جيلي أنا له ينكدوا ويمشوا به اللي هما موارد ذاتية. موارد ذاتية ما تقدر تعدل شيء، وما هي مسألة نقدر نعدلها أنا وحدي ولا نعدلها أنا وعبد الرحمن ونعدلها أنا وسيد أحمد ولا أنا وزيد ولا أنا وعمر. نقعد ما فهم إرادة سياسية حقيقية لدعم هذا القطاع ما هو لا يخلق. وهو أثبتت التجربة أن هذا هو الصورة اللي يشوف منها الآخر. أنا حتى الآن أنتم أيضا تساهمون في تربية الأجيال من جانب مهم وهو التلفزيون، من خلال مسلسل، من خلال قصص، من خلال حكايات بإمكانها أن توجه أجيال من مستوى منحط إلى مستوى أكثر انفتاحا وأكثر تميز. طبيعي جدا احنا نمارس التربية، لأن احنا بدأنا شباب هواة كيف ما هما شباب هواة، ومع تقدم الزمن أصبحنا آباء وأصبحنا ننظر للمسألة باعتبار أنه أجيال احنا ربوها. يعني احنا باستطاعتنا أن نعطوا الدعم المعنوي، باستطاعتنا نعطوا نظري، باستطاعتنا نعطوا خبرتنا وتجربتنا. يقير الموارد المادية والموارد الأخرى احنا ما هي موجودة عندنا. طيب أستاذ سالم، وأنا أتحدث معكم وأنتم من الجيل الأول اليوم في الدراما في موريتانيا وحتى السينما وربما أيضا المسرح، عندي سؤال مهم جدا. هو كل رمضان يخلق فيه شيء، كل رمضان يخلق فيه زوبعة. نحن نشاهد ظاهرة الإعلانات القوية لأعمال تلفزيونية سواء درامية سواء كوميدية، تكون إعلانات ضخمة وقوية جدا، ينتظر المشاهد منها كأنها الحل السحري للدراما أو 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 المسلسلات الكوميدية أو السلاسل كما يقال. يعني هذه ظاهرة الإعلانات الضخمة التي لا تكون في مستوى العمل بحد ذاته، كيف تقيمونها أنتم كتعتبرون رواد في هذا المجال؟ طبيعي هذه من مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي، أنه الإعلان أصبح بسيط. أنا أتذكر زمن التسعينات، نهاية التسعينات بداية الألفين، وإحنا نعدل المسرح، مسرحية المملكة العربية الواحد اللي موجودة حالا على اليوتيوب، إياك نعلن عنها للجمهور. كان مفروض علينا نبيعه للتلفزيون الوطني مقابل ثلاثة أيام الإعلان عنها. وعطينا العمل المسرحي متكامل بحذافيره، عطيناه للتلفزة مصور، لإياك توخذ لنا التلفزة ثلاثة أيام من الإعلان قبل وبعد النشرة. معناها مسألة الإعلان عن العمل في حد ذاتها كانت صعبة. وهذا ربحنا منه حكاية، ربحنا منه أن على الأقل تدربنا العمل مدة 9 أشهر إياك نقدمه للمشاهد، إياك عمل يليق. بينما اليوم المتاح هو الإعلان. الواحد ما زالت الفكرة في راسه، ما زال يتخمم فيها وراضي عنها يبدأ يعدلها الإعلانات سابق طبقة، سابق تخلق هي على أرض الواقع. هو السؤال، ويبدأ يكسب جمهور ويبدأ يكسب لايكات. طيب التالي الجمهور ما يجيب له يجد عليها لأن العمل خلق. لأنه مثلا يفتح صفحة تبدأ اليوم الأول ينشر فيها إعلان، ينشر فيها صورة، يبدأ المعجبين بالصفحة ينزادوا 4000، الجمهور ينتظر، الجمهور ينتظر، وهو يفتخر على أن الصفحة جبرت 10000 مشاهد. معناها المسلسل نجح، معناها العمل نجح. هو ناسي على أنه متباركي ورط راسه، أنه متباركي يخلق حاجة هو ما يقدر يلبيها في الوقت. يعني برأيك لا يعقل برأيك بالمنطق على أن الإعلان يا الله يعدل لينفو تكتمل أي عمل فني، ينفو تكتمل عمل فني بإمكانك أنك تستنتج منه إعلان يليق به، ياك ما يعود صدمة للمشاهد. هذا هو الترتيب الصحيح. الترتيب الصحيح احنا عندنا في ثقافتنا احنا العادية، إن قال لك كل مشكور محقور. أي رواية كاملة حطها بهالم الإعلان وقلت انها اضخم وانها اروع وانها احسن، لكن تخلي المشاهد ينتظر اقصى جهد في الجودة. بينما ان تعطيها اعلان عادي حتى ولو كنت انت متاكد على انها ستكون مادة حسنة، سياتي من مسلسل عكس توقعات افضل، لا يجيهم 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 توقع، يعني الاعلان يجب ان يكون اقل من مستوى المسلسل. بينما ان تحيطها بهذا من الاعلان الاخر المشاهد له يبدا يخرص لك مقارنة مع الدراما التركية، مقارنة مع الدراما، وهذا مسألة في الحقيقة تعطي مفعول عكسي.
تماما كيف ما ينقال اسمعوا جعجعة ولا أرى طحينة. احنا سمعنا إعلانات سمعنا وأنا لا أكتمك سرا أن هذا العمل اللي هو عمل الغابة أنا ما بدأت فيه من أنا لما المناسبة لما كنت أتحدث عن عمل الغابة لأنني كنت سأعود لعمل الغابة ولكن سنعود لعمل الغابة أساسا ولكن قبل عمل الغابة اليوم الأعمال الدرامية وحتى الأعمال التلفزيونية في شهر رمضان المبارك سنتحدث عن المساطر الرمضانية وأنتم بإمكانكم أن تقيموا انطلاقا من موقعكم. لماذا نحن اليوم في موريتانيا الأعمال الرمضانية نقوم فقط بإعداد الأعمال الرمضانية قبل رمضان بيوم أو اثنين أو حتى قبل رمضان بشهر والعالم الآخر يبدأ قبل رمضان بـ11 شهرا بإنتاج عمل تلفزيوني وينتهي العمل التلفزيوني وينقح حتى يعرض للمشاهد. نحن اليوم نقوم بإعداد حلقة وفي أثناء شهر رمضان المبارك الحلقة الثانية لم تعد بعد وهكذا تواليا. هذه المعضلة شنو سببها سيد سالم؟ هذه أنا ما نشوف لا في الدراما وحدها ولا نشوف لا في السينما وحدها. أنا قلت لك الموريتاني عموما أيا كان موريتاني عموما المسألة المزالت بينهم عاها ليلتين ثلاثة مازالت في خبر بعيد شوي مازالت بعيد. هذا تشوفه في كل شيء في الحملات الانتخابية في المشاريع الكبرى الرواية كاملة ما يبارك معاها ولا ترصد ميزانيتها ما توخل ميزانيتها ما هو يعود مات دونها ما أسبوع وهذا بحد ذاته شيء مخل أولا لا يخلينا إلى عدنا كنا لا ندبانسو رواية شوي عدنا ندبانسو أكثر به اللي انت تشتغل عكس الوقت الإنتاج الدرامي لا من 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 هذه الأمور إحنا دائما نتبارك معاه لا من ينفوت يبدأ أسبوع قبل رمضان وتعود عندك إنتاج 30 حلقة وعندك برنامج وعندك 15 يوم صح. هذا منين تقعد مع حد من صناع الدراما ومن صناع الصورة عموما وتقول له أنك يوم واحد صورت حلقة لا يقول لك إن هذا ما هو منطقي إن هذا ما هو معقول ما يجد يشربه العقل. جميع الإنتاجات الدرامية في العالم تبدأ 6 أشهر قبل رمضان آخر شيء منها يبدأ 6 أشهر قبل رمضان وخارج منها اللي يشتغل 2020 للدراما 21 للسنة الجاية. سبق أن سمعت حديث لأحد مسلسلات كبيرة ربما عادل إمام وهو ممثل كبير على المستوى العربي ينتهي شهر رمضان ويبدأ بإعداد المسلسل الآخر يعني 11 شهرا قبل قبل شهر الذي سيعرض فيه طبيعي. يعني وبالتالي يأتيك العمل متناسق متكامل خالي من الشوائب طبيعي طبيعي لأنه لا يقبض الوقت لا يقبض الوقت في الكتابة الكتابة لا تنقح ولا تنعرض على كتاب آخرين ما هو لا نفس الكاتب نفسه لا يعرض على كتاب آخرين لا ينقحوا واحدين لغويا ولا ينقحوا واحدين دينيا ولا ينقح من جميع النواحي ولا هي أيضا هذه الكتابة اللي مكتوبة لا تنعطى للإنتاج ولا يفرغها لا يحولها إلى أرقام من درأ هذا النص شلاه يكلف شلاه يكلف من الطاقات البشرية شلاه يكلف من السيارات شلاه يكلف من الخيل شلاه يكلف من كذا شلاه يكلف من كذا ومن درى الطاقم اللي يشتغل فيه منهم وهون له يفرق بين طواقم خارج طاقم الإنتاج وخارج طاقم الإخراج وخارج طاقم الصورة وخارج طاقم الصوت وخارج طاقم البوست برودكشن معناها مصادر بشرية كبيرة يقير في النهاية لا يعد البرنامج واضح للتصوير مثلا احنا لا نشتغل على مدى 6 أشهر هاي مدى 6 أشهر يلا تعود مضبوطة ومضبوطة الحركة فيها ومضبوطة الحركة حنلي نحاول نبرد الأخلاق في شيء من الأمور. أستاذ سالم فهم نقاط ربما تكون مستر المهنة ولكن سنتحدث عن بعضها. سؤال مطروح هذه المسلسلات أو السلاسل التي تعرض على القنوات المحلية نظرة كانها تراقب من الوزارات وزارة الثقافة وزارة الشؤون الإسلامية الوزارة حتى المرأة السياحة ندرى كان هذه الأعمال التي تعرض ندرى كانها مراقبة والله لا أنك تجد عدد العمل وتجيبه التلفزيون تعرضه حتى أنه ما القناة نفسها ما شافته ندرى كان هذه المواضيع خالقة ندرى كانها مراقبة والله لا تعدل توفه وتجيبه تنعرض. اولا انا لا ندير خط تحت مراقبه مراقبه المراقبه بالنسبه لي انا لست من من من, من يشجعون المراقبه المراقب بمفهوم المراقب مع المفهوم الرقيب لكن انت توجه ماده للمجتمع انا لست من يشجعون مفهوم الرقيب
ولكن التنقيح على الأقل تعود مادة مقبولة مقبولة فنيا ومقبولة أدبيا ومقبولة أنها قد تقدم للمشاهد. هذا ما هو موجود، هذا موجود الليلة عاد في الفريق. بالنسبة للتلفزيونات أعتقد على أن التلفزيون الرسمي المادة اللي تجيه يخرصها، ولكن يخرصها من باب هو في النهاية المادة ما يرد خلاص في الدقيقة الأخيرة. فوائد على أنك تبدأ العمل مبكرا هو على أنك تشوف النص وتعود عندك عليه، تعود فم لجنة تأخذ عليه هذا وتشوف، تعود فم هو قاعد مفروض عن اللجنة تعود من الفريق في حد ذاته، يعود فيها خبير لغوي إياك الحوار لا يقدم، يعود صالح، يعود فيها أيضا خبير قانوني إياك المواضيع اللي تقدم، ويكون المخرج بحادثاته خبير. أيوه. المخرج ما بالضرورة يعود خبير، ما بالضرورة. خبير فني يعود خبير في تخصصه، يعني ما بالضرورة يعود خبير قانون ولا بالضرورة يعود خبير لغة ولا بالضرورة خبير اجتماعي، يعرف أمور المجتمع ويعرف ما يجب وما لا يجب. هذا هو فائدة أن المخرج يعني يتعاون مع 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 هذا هذه الطواقم كاملة. هو في النهاية العمل الدرامي والعمل السينمائي عمل جماعي، ما يقدر يعود عمل فردي، ما يقدر يعود أنت عندك قص، وده هو الوسع محبوب الابتعاد عن الارتجال، لأنه الارتجال ما في النهاية ما مشيخ فيه. ولكن احنا ما زلنا بعيد، احنا ما زلنا بعيد من هذا. حد متوقع على موريتانيا بهذه الطواقم اللي موجوده وبهذا اللي موجود ان نقدوا نقدم روايه تنافس الانتاج الدرامي العالمي، هذا راه وهم. إلين ما يعود ذم إرادة حقيقية، إرادة سياسية من طرف الوزارات المعنية ومن طرف وحتى يعود ذم رأس مال مرصود لهذا الإنتاج، وفي النهاية أنت ملاك عمل هو نقطة رأس المال. السيد سالم، منذ سنوات أنا نتكلم عن الوقت اللي دخلت فيه هذا المجال الإعلامي ومحتك بياس من العاملين في هذا الحقل والعاملين في مجال المسلسلات والدراما، لماذا الميزانية ترصد فقط في شهر رمضان المبارك؟ لا بد لك تجيب حلقة الأولى ياك تنشاف، إن تشوف الحلقة الأولى لا يقدم لك نصف الميزانية وبعدك يقدم لك الميزانية الأخرى. أنت هون بسمحالة لا تبدع، بسمحالة لا تعدل عمل إبداع في شهر رمضان المبارك، وأنت الميزانية جاتك وقت ضيق. لماذا ما تعود الميزانية مثلا سنويا، تنعطى سنويا، تعود الحلقة اللي تنعرض تنعرض للجهة المعنية سابق رمضان على الأقل شيء كما قلت أنتم بست أشهر، وتعود الميزانية تنعطى سابق ست أشهر ويعد المسلسل ظرفية مفتوحة. لا لا ترفض صوتك بعد الفوق، أنا لا ديك ميزانية ديك ميزانية لا أخفض بها الصوت شوي به اللي إحنا أكبر ميزانية ترصد حالا ترصد التلفزيون الوطني، وحسب علمي على أن ترصد 1,500,000 كانت سنة منتجين شوي ومنتجين حتى العدد هم منتجين اللي لازقلوا لمليون في النهاية تلفزيون الشمعة 1,500,000. هذه 1,500,000 مرصودة لإنتاج 30 حلقة، قسم لي 1,500,000 على 30 لا يطيح عليك الحلقة على ما أعتقد ما نعرف، أنا ماني كبار في الحساب ماني متين حتى، يعني بعد دور طيح عليك في شيء حدود 50,000. طيب إيماجين حنيني إيماجين هذه 50,000، تصور أن لو أن الحلقة لا يتعدى لا يتعود عمرها 26 دقيقة لا يتصورها في ثلاثة أيام على الأقل، هذه 50,000 شلاهي تزيل عات الحلقة فيها سيارة مكرية، إلى عات الحلقة فيها على الأقل ذراعة مكرية، إلى عات اللي فيها خلاص طاقم لا الطاقم اللي وراء الكاميرا، أو الطاقم اللي وراء الكاميرا يعود 20 رجاج والكاميرا قدامها 2 بيرسون، معناه أن هذا من ثلاث تخيلوا تلحقوا. خلينا نحلم، خلينا نتوقع لنا خلف الشاشة الآن منتج مجازف، نتوقع نحن على خلف الشاشة منتج مجازف. أستاذ سالم، كم هو المبلغ اللي يكفي أستاذ سالم دندو والله المعنيين بالإنتاج الدراما والمسلسلات من إنتاج مسلسل من 30 حلقة بكادره الفني والممثلين والمخرج والسيناريست وجميع الطاقم الفني، ما هو المبلغ أقل شيء؟ تحدث لي، قل لي أقل شيء. أنت تعاملت في هذا الميدان وتعرف جميع الأسرع. شفت هو في النهاية ما يقدر يحدد، هو في النهاية السيناريو هو اللي يحدد لك المبلغ
اللي لا تزقل في العمل باللي من خلال السيناريو انت لا تعطيه الخبير اقتصادي أيوة. والله منتج ولا يفرغه ولا يعرف لك هذا السيناريو سوف تكون يا سلام هو حالا فهم خبير استراتيجي فهم خبير لا ما هو موجود حالا في ناس اللي تقدر تعطيها سيناريو تقول لك هذا السيناريو لا يكلفك كم يقر ما فهم مبلغ معين تقدر تقول انا مسلسل لا يكلفني كذا يقر خارج القنوات اللي تعدل مقارنات تقبل مثلا مسلسل كبير واحد وسط واحد دونه وتعرف ميزانيتهم كم وتقبل المين تقبل معدل من هذا وتقول مثلا انا لهن تم نشري العمل الدرامي بكذا وكذا نقبل لك باري اكزامبل الدراما الجزائريه اللي كانت عندنا محاوله انا وزميل عندي سيد محمد الشيكر كان عندنا محاوله بدايه السنه على ننجو مسلسل درامي بالتعاون مع مؤسسه انتاج جزائريه القنوات الجزائرية تعطي مقابل 30 حلقة 120,000 أورو 120,000 أورو هذا ما يقارب 300 تقريبا 30 مليون تقريبا 40 على 48 مليون تقريبا 48 نعم. مليون من لوقية ولا 50 مليون من لوقية هذا ل 30 حلقة احنا القناه الفوغانيه تعطي مليون و500 مليون و500 مليون و500 الف قارن بهذا بهذا معناه انه في طاقم وفيه وفيه معناه انه صعب جدا ان نتخمو في ان ننجو هذا منين 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 عدلنا جلسه مع صاحب المؤسسه مؤسسه الانتاج رانا استدعيناه وجهور الوركشوب ومشينا به وعدنا سجور سبعة ايام على حاش البحر في الباندرغان وقعدنا احنا وهو وكتبنا القصه وشدينا اخبارها وعرفنا ميزانيتها لو ما احنا بعيد 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 من انتاج من انتاج من انتاج مسلسل طيب. حسب علمي سمعت مؤخرا على وزارة الثقافة رصدت أكبر مبلغ يقدر يرصد راني ما نعرف كم شي يقول 7 ملايين شي يقول 12 شي يقول 30 شي يقول الرقم ما نعرفه يقدر نعرف أن أكبر مبلغ قد رصد لإنتاج درامي رصد دي السنة رصدته وزارة الثقافة لإنتاج مسلسل جمل الدهر يقدر نعرف أنه قد ما الحق لا يتم لا دون المستوى لهذا اللي قلت لك حالا عن الجزائر يشوفوا لين شوفوا فاصل عندي السؤالين واحد منهم تقييمي والثاني سؤال خطير جدا بعد هذا الفاصل اللي هو فقرة الطرائف وفقرة حصرية على قناة الساحل اللي هي فقرة الشيباني قدم المرابط والزين لين شوفوا ونعود ونرجو بونجور تو لو مون الخلطه عطونا نعودوا باطحين ونوفا ونمراد ليد لله اللي فين ليد اجسنا الكلام يسوى قد بت العقل فوق قام زول فايس تعرفوا مرت وزاره الصحه ما قد حكمتكم ما لج فندا خطروا بيت احكامكم هي والله وزاره الداخليه اللي منكم خالف حظر التزوج الدوله ما تنفع فيها الطالبه واخبر هي في التسوق يا الله الدولة حتى خالف التعليمات تطبق عليه واحدة من جل عقوبات إلا عاد سيباني تفرصيه على التقصار ولا عاد سيباني يطلقها الأرض ولا عاد قرص يحرموا عليها أرفودات ولا عاد تشويبة يمنعوها من الندويات ولا عاد متخيمة واتساب تجيبها من دون ولا عاد مزوج يعطوا لزوجته كود تليفون ولا عاد من أهل القبلة يحرموا عليه العيش والتخراس ولا عاد من أهل الشرق يحرموا عليه هش وخلاص ولا عاد من اهل الدرار ما يخلوه للقيط ما يوطى ولا عاد من اهل الزويرات ما يخلوه يركب طجر ولا عاد من اهل الوايب ويمنعوه من الحوت والتخلاق ولا عاد من اهل البراك ما يدفعوه لا قدروه بين بوتينيميت ولاك ولا عاد مقيم يقفلوا عليه نهائي ولا عاد متسلل يخطوه القنبله ذريه والله هاي تذكر يا الشمال وفات جميل جدا المرابط شكرا جزيلا لك لين نرجع لك استاذ سالم نسألك سؤالين السؤال الاول هو تقييم الاستاذ سالم دندو للمساطر الرمضانيه هون ما نقول تحديد
المساطر الرمضانية بشكل عام للقنوات التلفزيونية المحلية العامة والخاصة في هذا الشهر المبارك في ظل هذه الإجراءات وفي ظل هذه الأزمة اللي فيها قلة الضيوف وفيها قلة الحركة ياسر وفيها ياسر من الأمور؟ أنا نشوف على أنه في هذه الظروف الإنتاج عموما صعب باللي غالبيته ليلي والحركة في الليل صعبة. إلى عادة قاع اللي ما هي صعبة بالنسبة للطواقم العاملة في القنوات صعبة بالنسبة للضيوف باللي في النهاية ضيفني نعود ما يقدر يتحرك لا يعود صعب، وصعبة حتى في ذلك النشاهد الأخبار في الإنتاج الدرامي هو غالبا في مشاهد ليلية ما تقدر تصور، في مشاهد ليلية خارجية ما تقدر تصور، في مشاهد الأسواق الأسواق مقفولة، في برامج ليالي رمضان لا بد من ضيوف الليل، فهم صعوبة. ونشوف على أنه 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 هذا اللي خلق من الإنتاج مقارنة مع الظرفية على أنه مقبول تم إنتاجه يعني بظروف عصامية وعلى أنه مقبول شيئا ما. نعم. سؤالي الثاني هو أستاذ سالم، المشاهد يستمع إلينا الآن، لماذا توقف مسلسل الغابة؟ أولا أنا ماني منتج مسلسل الغابة ولاني حدني ممثل في المسلسل، لست أي ممثل، أنتم سالم وصلا قط آليت على نفسي لأن الشباب اللي نعود في رواية غالبا لا نمشي معهم، على الأقل أضعف الإيمان أنا ما عندي شيء أعطيه لهم، أضعف الإيمان أني منين عيطوا لك فيه يجبروني. تميتني عيطوا للشباب بعد شهر من تصوير المسلسل، بعد شهر على الأساس أني عندي دور في المسلسل وفم حد آخر متعلق بي عنده دور. منين جيت شفت شباب ما شاء الله نشيطين وساكنين في شقق فندقية يقير المشكلة على أنه الأمور من بداياتها كان فم نشوف على أن كان فم نوع من الارتجالية في الإنتاج لأنه الشباب بدأوا ينتجوا مسلسل ذا كيف ضخامته ذا كيف تكاليفه بطاقم ما هو ياسر وله محترف. كيف ضخامته؟ ضخامته كيف؟ ضخامته من حيث السيناريو، من حيث أنا قريت السيناريو. سيناريو ضخم. سيناريو فيه أماكن، في أماكن متعددة. في أماكن متعددة. فيه مستوى من 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 البرجوازية اللي يتطلب إنتاج، يتطلب شقق كبيرة مفروشة، يتطلب دي فيلا، يتطلب سيارات، يتطلب بعض المشاهدين أستاذ سالم يقول بأن إعلان مسلسل كان إعلان ضخم جدا وحتى يا غير ملي يقول على الطريقة اللي شاف الحلقة الأولى للطريقة اللي كان يواعى بها طفل على التلفون وطريقة اللي كان احنا نتكلم عن تفاصيل على أن هذه كانت ربما أنا عالم ضرب من الخيال يعني ذاك فتنا جينا على الإعلانات وسلبية الإعلانات جينا على نقطة مهمة وسلبية الإعلانات حالا لهن جوع لماذا توقف لماذا توقف؟ لأنه البداية كانت ما كانت محسوبة للعواقب. أولا من ضمنها هذا اللي كنا شاهدين أخباره حالا أن ما يبدأ الإنتاج ما هو فترة وجيزة قبل شهر رمضان، والإنتاج بدأ إلى عادة التحضير بدأ شهر اثنين قبل ذلك، التصوير بعد واللي هو الإنتاج هو عندنا ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج. ما قبل الإنتاج ما نشاهد أخباره. الإنتاج ما بدأ ما هو شهر قبل رمضان. ولين بدأ ذي الظروف اللي كنا شاهدين أخبارها حالا. الحجر الليلي والناس ما تقدر تتحرك والشباب في شقة واحدة. أنا أول مرة حديثك عن الشباب أيضا، هم الشباب حسب ما عرفت بهم شباب مميزين جدا وشباب مكافح. أنا ما فتكت أنهم مميزين. هم مميزين فعلا فعلا يقير كان يلا الأمور تحسب، كان يلا كل شيء يحسب له حساب. مدى بدأت شهر قبل رمضان، ساكنة في غرفة واحدة، نفس الغرفة اللي ساكنة فيها هي اللي تمثل فيها. هذا لا يعود شيء صعب. من جهة أخرى على أن الطاقم البشري اللي كان وراء المسلسل ما كان كافي. طاقم الإنتاج بحد ذاته ما كان كافي. أنا منين قال لي إنتاج درامي بهذا الشكل من الضخامة، على الأقل لهن تخمم في إنتاج، ولهن تخمم منتج، لهن تخمم منتج منفذ، لهن تخمم مدير للإنتاج، لهن تخمم في أن ريجيسور ديكور وممون، لهن لريجي يلا على الأقل ثلاثة رواجيش ولا أربعة، لهن تخمم في سكرتاريا إنتاج، لهن تخمم في محاسب. هذا ما في توصلت للطاقم. هذا موجود ولا مو موجود؟
ما توصلت للطاقم الفني الاخر هذا كامل ما هو موجود هذا كامل ما هو موجود. لان تخمم في حد عنده لي كوستيم، لان تخمم في حد الديكور، لان تخمم في اماكن التصوير يتم اعدادها. مثلا عدوا هذا البلاتو في الوقت اللي احنا نصوره في البلاتو، راهو فريق ثاني يعد البلاتو الاخر، وراهو فريق اخر يعد البلاتو الثاني، وعندهم ان بلان داكسيون اللي هو خطه عمل وبرنامج. هذا ما كان موجود. يعني السيناريو قوي والارضيه اضعف. هذا كامل ما هو موجود. احنا كمشاهدين نشوفوا الصفحه ونشوفوا الاعلان ونتوقعوا ليفل من انتاج معينه، قال حد دخل في الوسط لا يشوف ان هذا ما كان موجود منه شيء. فهم فعلا شباب طموح، فهم شباب يتقنون الكاميرا، يصوروا تصوير جيد، فهم منتج حيوي، لكن قصاي الاشياء التي قلتها بالنسبه له، وبالنسبه له عدل احسن من اللي قد يعدل، ولكن جميل. هذا كان يخصه قدر من التنظيم وكان يخصه الوقت. زيد على ذلك اعلن مجموعه من الشباب انقفض عليها مده شهر ونص في ان ابارتمان تنتج وعندها هذه الاكراهات كامله، الين ما تتضايق لا معناها على انها من كاوتشو. والله 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 خلقت مشاكل ضيقات. الطريقه اللي وديرت بها ايضا الخصومات ما كانت طريقه محترفه. جميل. اللي سياسه شد الحبل انا نعود نختار نواصل، نشد انت الحبل نرخيلك، نشد انا ترخيلي ياك، نقد نواصلوا وقول البيضان الى احمراس يبرد الاخر، يقر كوان ان واحد ينتر الحبل وينتر ذاك الثاني من الله ويبدأ يتناثروا الاثنين في النهايه. جميل. استاذ سالم لا نشوف امساكيه يوم غد ونعود نرجع ان شاء الله. إذن أهلا بكم مشاهدين الكرام. لم يتبقى لي إلا أن نشكر ضيف هذه الفقرة، فقرة ضيف الليلة، الأستاذ الكبير والمخرج الكبير والممثل أيضا الكبير اللي مثل موريتانيا في أحد أفضل الأفلام الموريتانية، فيلم تمبوكتو، وهذا الفيلم اللي حصل على بعض الجوائز الكبيرة، وكان أيضا في من ضمن الجوائز اللي كانت تتنافس على جائزة الأوسكار. شكرا لك أستاذ سالم. شكرا جزيلا. وإن كنت الكبير تلبلها في السن بس نعم كما تشاء، كبير في السن وكبير في أعيننا إن شاء الله. إذن شكرا لطاقم هذا البرنامج. بما يخص وردة متهمت فال اللي دائما تعود معايا في البرنامج، وردة متهمت فال دائما ستكون معي في حلقات برنامج ليالي رمضان، ولكن من حين لآخر بحول الله تعالى نلتقي إن شاء الله في الحلقة التاسعة من برنامجكم ليالي رمضان. إلى ذلك من حين في أمان الله.